أما بالنسبة للممثلة إلهام شاهين فلها مشهد وهي يعني ما بين اليقظة والغياب، لا هي في حالة فوقان كامل ولا هي في حالة سكر كامل، هي حالة كده من حديث العقل الباطن بدون حسابات، وقدامها ليلى جارتها وصاحبتها في الحارة. المشهد ده من المشاهد كده اللي هتفضل في سجل هذه النجمة. ما اعتقدش ان انا ممكن اتخيل ممثلة تانية بتعمل المشهد ده إلهام شاهين على الإطلاق. الفيلم ده كله كوم والمشهد اللي عملتيه ده كوم. انا بحبه قوي على فكره، برده من المشاهد اللي الناس برده اخذ السكسي في الاخر سقفت له للمشهد ده. ففي مشاهد كده معينه لكل ممثل فينا كانت بالنسبه له فعلا ماستر سين ومهمه. المشهد ده انا بحبه قوي، وانا كنت عامله حاله للشخصيه كده ان هي ممكن تبتدي في مشهد بتشتكي بتعيط وعلى اخر المشهد تبقى بتكركع ضحك. في ناس كده، احنا المصريين كده يعني، ممكن نبقى في عز المصيبه بنعيط وعين تلاقيه ضحكنا في الاخر. لا لا عادي كده المشهد ان احنا بنضحك وعينينا مليانه دموع بالظبط. انا حبيت ده في شاميه فعلا، ان هي في كذا مشهد بتبتدي بتعيط وبتشتكي وبتاع وتقفل المشهد على انها بتضحك 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 من قلبها. ده نوع من الطيبه الشديده والتصالح مع النفس، وهي بتفضفض بتقول كل اللي جواها وما بتخجلش من الاخطاء اللي هي عايشه فيها، من الحاجات اللي الزمن فرضها عليها، من عيلتها من اهلها. المشاهد اللي زي دي، زي المشهد من غير ما نحرقه يعني، ممكن بسهوله تقع في فخ الكليشيه، انه في ناس كتير ممكن تعمل فكره لحظه الاعتراف او ان الواحد يصارح نفسه ويشوف نفسه في المرايه، بس اتعمل كانك بتشوف لحظه المصارحه دي لاول مره، بتشوف التمثيل ده بشكل مختلف تماما عن اي مشاهد ممكن تكون شفتها قبل كده في نفس السياق. صورته في قد ايه المشهد ده؟ ليله. يعني قعدنا فيه ليله، من اول كده ما الشمس خلصت لقيت ما الفجر ادن علينا لقيت ما النهار طلع، يعني قعدنا ليله كامله. انه المشهد طويل والمشهد صعب، وزي ما بقول لك كامله ما بترضاش باي حاجه.